رجعنا لكم حلقة جديدة من توك تايم. خلينا نحكي بهاي الحلقة ضيفة مميزة كتير، الناس كتير بتحبها الكبار والصغار، وهي ما شاء الله عليها أمورة وكيوت، كل الناس بتحبها ونحن كمان كتير بنحبها هي وإخواتها. بس قبل نكمل الحلقة حبينا نخبركم إنه لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. والضيفة هي رغد. هلو. هاي رغد، كيفك؟ أهلين، الحمد لله. شو أخباركم؟ تمام الحمد لله، تمام. والله مشتاقين لك. والله وينك؟ أنت وين؟ والله هي عم صور مع إخواتك. انت مشغوله بالجامعه؟ وين مشغوله؟ احكي لنا. حكيتيها جامعه بس الحمد لله بكره اخر فاينل. انت كانه اخذ الصيفي زياده. ما اخذ صيفي انا عشان هيك. فانه اول سؤال هيك بسيط، مين بتحبي اكثر، لنا ولا لي؟ استني خليني افكر، سؤال صعب صراحه. ما تفكر. ما هو لازم افكر. لنا ولا لي؟ لين. تمام. عم زحمه. انا عن جد لا، مستحيل انا حدا بحبه. لا لا جد. اوكي، هاي الحلقه رح تكون كثير حلوه ورح ننبسط كثير. رح نسالك اسئله خطيره. أوكي. رح نستفزك ورح تكرهينا كثير، بس انه معلش يعني. لا اذا هيك خلينا نقوم من هلا. لا 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 هلا انبسط كثير معنا. وجاهزه لاول فقره؟ جاهزين. الفقره الاولى اسمها خمسة بواحد. اوكي جايز، طبعا حنشرح لكم هالفقره بشكل بسيط، واللي هي انه حنسال شويه. ما مرتاحه هون. ليش؟ بالحلقه الاولى كنت قاعده هون. تفضلي. ما عم بطلع، بدي احكي معك هون مو انت كنت هون. لين، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. كيفك؟ لا انت امي عاديني مكاني. استغفر الله. لازم هلا تخربين. هلا اشوفك هيك. هاي لين، هاي كيفك؟ في معنا ضيف. يلا اوكي، ايش في حبايبي؟ اوكي جايز، بلش باول فقره ورح نشرح لكم عنها ونشرح لك عنها. تفضلي. فقرة خمسة بواحد رح تكون انه رح اسالك خمس اسئله، واذا ما جاوبتي على سؤال واحد في لك عقاب. اوف. بس لان انا اولها، لان احنا مسهلين يعني، حاعطيك عقابين. انت اختاري. اعطوني اسئله. انت اختاري بدك اياها. روحي اول ما تقدري. اوه انت قدها؟ قدها. اذا ما جاوبتي على واحد. اوكي بس زي قبل ما بلش الفقره. شو حيكون العقاب مثلا؟ يلا بلش اول سؤال. تفضل. سؤال رح ابلش لك بسؤال سهل. مين كراشك من المشاهير؟ كراش من المشاهير؟ إذا قلتي ما في. طب انا ما عندي كراش من المشاهير. انا اسفه، خلص اول سؤال جاوبت عنه. خلص يلا عقاب، بلش بالعقاب. طب اوكي، ممثل اجنبي. يوتيوبر. مشهور. انت قلتي لي مشاهير. قلتي يوتيوبر. قلتي يوتيوبر. لا حبيبتي قلتي مشاهير. اوكي شو خلص مشاهير. مين شو اسمه؟ شو كان اسمه؟ ميشيل. اوكي يا فانزات رغد، سووا له تصاميم حب مع. نرجع للجد. يلا سؤال ثاني. كل صدق وصراحة يعني بدك تجاوبي. هل بتحسي انه انت انشهرتي من وراء اخواتك؟ هل بحس انشهرت من وراء اخواتي؟ مو احساسك، لا هي الحقيقة يعني، انت انشهرتي من وراء اخواتك؟ انشهرت من وراء اخواتي. يعني انت ما عندك شخصية؟ هيك دغري؟ الو؟ والله مزح، كل مزح. لا انا طيب، يعني هو تقريبا كل سؤال رح نسألك اياه حيكون له فرعين يعني. فانه انت عم تقولي انشهرتي من وراء روان رياني، بتحسي انه انت ما لك دور يعني كان لحتى انشهرتي، ولا بس لأنك اخواتهم؟ لا انا كان لي دور. اوكي انا اصلا عملت روان وريان. اوكي سكر. وبعدين انا طلعت معهم. اوكي والناس حبتني، فصار بدها تشوفني لحالي مو مع روان ريان، يعني مو روان ريان رغد، صار بدهم يشوفوا رغد لحالها. يعني انت انشهرت من وراهم وانا كونت حالي لحالي. انت انشهرت من وراهم وتركتيهم وخلص، يعني اخذتي مصلحتك ورحت. فقره استفزاز. الو كمل. لانا احنا معك. انا مو لانا. هلا اوكي خلص نروح السؤال بعده. بعتبر جاوبت اول سؤالين. خلص والله جاوبت. حبيت. برافو. اول ضيفه بتجاوب، ما حسوينا غير حلقه، بس انا اول ضيفه بتسوي. يلا السؤال اللي بعده. بنت من اليوتيوبرز ما تتقبليها ابدا غيرنا احنا، يعني ممكن هيك شو لانا غيرنا لو بعرف. لا جد ما في حدا، ما عندي مشاكل. ما في هيك وحده انه هيك بتحس. ما في داعي يكون مشاكل، يعني انت بتحسيها بتشوفيها احيانا على السوشيال ميديا بتحسي انه ييه ليه بسرعة. روان هيك رفع عدم. روان اختي. روان اسفين لروان، حقك عليها لقبنا اليوم. هي والله الحق عليها، نحن ما دخلنا والله، نحن خلاص يا جماعة. اوكي السؤال اللي بعده. شوفي بما انك جبتي سيرة روان، بدنا نجيب سيرة ريان. اوكي مين بتحبي اكثر، روان ولا ريان؟ يا الله شو هالسؤال السخيف، كل حدا بيسأل هيك. روان ولا ريان؟ روان ولا ريان؟ وحدة. ما قلتي وحدة خلاص، إذا قلتي اثنين أنت ما جاوبتي، تاخذي العقاب. سؤال واحد. خيار. ما بحب ولا وحده. طب بعدين خلينا نسال واحد ثاني. ميرا ولا ايلا ولا روان ولا ريان؟ اوكي اتوقع تقولي ايلا. ايلا. ميرا ولا روان ولا ريان؟ ميرا ولا روان ولا ريان بالترتيب يعني. هاي اول شيء ايلا، تحتها تحت ايلا مين؟ يعني المركز الثاني. ميرا بعدين روان اكثر من ريان. يا حرام. طب البنت يعني فضيحه رغد.
تشبهك فضيحة رغد 2022. انتم هون على فكرة جايين تولعوا مشاكل. ممكن يعني يا جماعة فضيحة رغد بتحب روان أكثر من ريان. أنا صراحة لو مكانك ما بجاوب، ولا إنه باخذ عقاب، باخذ عقاب أنا لو محلك. جاوبت أنا ثلاث أسئلة. أربعة. جاوبت أربعة أسئلة. السؤال بعد. شو السؤال الخامس؟ أوكي. هذا غصب عنك جيش كتوبي. طول الوقت عم اجاوب، شايفتني ما عم اجاوب؟ متى ما جاوبت؟ لا بس يعني يا جماعه التوتر عم تهز رجلي يا جماعه، اكيد عم نتوتر. شوفوا نحن عم نتوتر لو سمحتي. هل في حدا بحياتك هز رجلي صار توتر؟ طبعا هيك انا بحب اهز رجلي. لا انت على طول. انا ما عم بعمل هيك. بس الكونسبت في هز ولا مرتاحه يا جماعه. نرجع للاسئله. هل في حدا بحياتك شو اسمه؟ هل في حدا بحياتي؟ يعني في غصب عنك في جواب ايه؟ غصب عنك في ايه؟ لازم لازم ايه؟ طب ما في حد بحياتي؟ لا عن جد عن جد لا هو اوكي عن جد عن جد ما في حد بحياتي. سؤال ثاني سؤال ثاني. حدا من الجامعه مكرش عليه؟ حدا من الجامعه مكرش عليه؟ اسم اسم واحد مكرش على ولا حدا بالجامعه كذابه عن جد. والله يعني مثلا بتشوفي هيك ما تحسي واحد لفت نظرك انت وماشي؟ اصلا احنا اصلا تخصص تبعي منفصل، تخصص اصلا تبعي منفصل يعني حتى الشباب ما بشوفهم. بعرف انا ممكن هيك تشوفيه هيك يعني تقولي يا ريت اشوفك اليوم. هاي ما في افكر صح، بحس هيك هي شخصيته انه خلص هن خلص شفتي بشو. انا دراستي اهم شيء يا اخي، انا ادرس واخلص جامعه. لا يا جماعه انتوا بحالكم ولا بحالكم؟ خلص جاوبت على كل شيء يعني صح. خلص انت ما في تحدي. اوكي رح نحكي لك شو كان العقاب. العقاب كان انه تعملي انفول لا يوتيوبر. اوكي نعتبر انه انت رح تسوي، مين كنت رح تعملي عن جد غيرنا انا ولين وغير روان وريان وميرا وايلا؟ لا جد جد امك ابوك. لا جد يوتيوبر يعني انت بس لاسبوع وترجعي بعدين، وفيك تحكي معه بعدين انه بس مو انه والله تعملي له انفول لانك انت كثير مصاحبتيه وما رح يزعل منك يعني انه يوتيوبر هيك يا دوب ما في حدا. لا جد جد المشكله المشكله انه ما عندي يعني يعني كيف اقول لك اتنشن سوري. انه يعني ما في عداوه بيني وبين حدا، ما في شيء. شو كثير هيك كثير لطيفه انت ما بصير. فانه يعني انت بدك نعطيكي اسماء؟ اوكي نعطيها اسماء مثلا نارين، مثلا نور ستارز، اسامه غي مثلا. ما في اصلا فولو بيني وبين اسامه. اعطتنا اياها بالصريح. خلاص الفولو يا جماعه. هلا خلصنا هاي الفقرة وننتقل للفقرة اللي بعدها. Hey guys ورجعنا لكم بالفقرة الثانية واللي هي فقرة لانا او لين. لين او لانا؟ مو مهم تغير اسم الفقرة بما انه عن الضيفة رغد، فانه اخواتها روان وريان، فيحصير اسم الفقرة روان او ريان. ريان او روان. انت لازم تضلك تقولي عكسي يعني؟ يعني لازم حرام ريان كمان. طيب اوكي بعرف بس انه توأم يعني مو مثل انه يعني يلا ما فرقت. اوكي خلص اسهل. فانه بهاي الفقرة رح نسألك عن روان وريان، ونحن طبعا تواصلنا مع روان وريان وسألنا انه سألناهم واخذنا الاجوبة منه. خلص يعني. فانه هلا بدنا نسألك ونشوف اذا انت عن جد اختهم ولا لا. ولا اخذتهم من المسجد؟ اخذتهم طبعا من المسجد. فانه رح نبلش. تبلشي انت؟ ابلش انا؟ يلا انا رح ابلش. لا لا حبيبتي. فانه السؤال الاول، مين اطول روان ولا ريان؟ روان. شو هالسؤال تافه سوري. صح. كم كنت اسال انا؟ مين شعرها اطول؟ شعرها اطول؟ ريان. غلط. لا ريان شعر اطول. لا بلا ريان شعر اطول. انت بتعرفي اختك اكثر منك اكثر منها يعني هي قالت لنا ريان شعرها اطول. نحن اجوبه كل عن كل الاجوبه عندنا شوي. الاثنين نفس الطول. الاثنين نفس الطول. والله انت عارفه ريان. حزيري مين بعت لي الاجوبه؟ مين؟ روان. يمكن مشان هيك انه مشان عاسيني اثنين نفس الطول. نفس الشيء. شعر ريان اطول. والله عم بحكي زي ريان. روان وريان كذابين. هلا اذا غلطت رح تصير تقول والكذبه كبيره رغد. لا اوكي لا يعني ممكن هي على فكره صح. انا حبيت وجهه النظر انه روان اعطتنا الاجوبه. انا ذكيه انا ذكيه. اوكي انت السؤال اللي بعده، مين اكبر وبكم دقيقه وكم مين ثانيه؟ مين اكبر وكم الاكبر؟ ريان بس كم ثانيه؟ بقولوا 25 ثانيه. غلط. ما تعرفي اخواتك روان اكبر؟ لا مو روان اكبر. معقول انه يعوضنا الاجوبه؟ يا جماعه شكلنا رح نروح نتصل بروان. لا عن جد بس هي قالت لنا انه روان اطول. احوي مين اكبر؟ روان اكبر. اكبر لا مين اكبر؟ مكتوب ريان. مين اطول؟ روان. مين اكبر؟ ريان. ريان اكبر. ايوه ريان. ريان اكبر. اوكي نحن عم نحاول هيك نضيعك شوي بس انه ما شاء الله عليك بتعرف اخواتها اكثر من حالنا. السؤال اللي بعده، مين اشطر بالمدرسه؟ وحده وحده.
هلا طبعا يعني اذا انت سالتي روان رح تحكي لك هي اشطر، اذا سالتي ريان رح تحكي لك هي اشطر، كل واحدة تحكي عن حالها الاشطر. طب انت برايك انت برايك مين بتحسين؟ مين بحس اشطر؟ انا بحس روان. تفرقه بفصيل تفرقه يا حرام علي، يعني قلت تحبي روان اكثر منه ولا بتقولي روان اشطر منه؟ انا بحس روان اشطر، روان علاماتها اعلى من علامات ريان. كم معدل وجه اعتذار والله ما بعرف معدل هاد لي ريان اسفين ريان كلنا معك هاشتاج كلنا مع ريان بس الجواب اللي وصلنا انه هن الاثنين شطار يعني هم اكيد يا اما هتحكي عن حالها هي اشطر يا اما هتحكي هم الاثنين نفس المستوى بس انا بشوف انه روان اشطر اوكي برمشي لك يا طب ليه كل جواب على عليه لهلا صح ما بصير والمعلومه صحيح ما حكيناها انه لازم تجاوبي 10 من اصل 15 صح اذا جاوبتي اقل من 10 في عقاب. لا اجاباتي صح صح والعقاب بديك نحكي لك العقاب ولا اخر شيء قولي العقاب قولي من قول العقاب العقاب انه تحطي تغيري صوره البروفايل بيكتشر عندك اوكي لمده اسبوعين بصوره مشهور عربي يوتيوبر عربي غير اخواتك وغيرنا نحن او ايش بدك نحن عادي بدك تحطي صورتنا عادي نحن آه عادي. يعني تصاريح عنا بتصور معك انتوا الاثنين وبحطها لا حبيبتي مو موجوده بصوره ما شاء الله بتصور بكره لازم يجي معنا ما بدك اياها بكره احنا جايين بس نورط الضيف هي عطولي والله فانه اوكي قولي مو عشان ما تاخذي عقاب يعني رح اورطك مين بيتوتية أكثر؟ روان أو ريان؟ روان، ريان كثير تحب تطلع غلط، أول سؤال غلط أوليه. على فكرة جوابي صح بس أنا بعرف إنه لأنه أختي روان إذا هي حكت ريان فلأنه بدها تطلع إنه يعني هي مو بيتوتية بس هو فعلياً ريان دائماً بتحكي بابا خلينا نطلع ف اجتنا الاجابات انه هيك الاجابات فانه خلص احنا بنرجع على الاجابات عن جد اوكي انتوا ارجعوا على اجاباتكم بس انا بعرف انه الناس بتصدقني لانه فعليا انت هيك عم تحكي الناس فينا كرهت ناس بيحتك كرهت ناس فينا انتوا اخذتوا اجابات من روان فهو مش مشكلتكم عادي يعني عرفتي اللي مشكله روان اللي عم تكذب بس استني علي يا جماعه علقناهم بالبيت كلنا مع روان وريان اوكي رح نمشيها انه غلط بما انه رح نمشي على قائمه الاجوبه اوكي هي اول غلط لك من هذا ويت اذا كان عندي كم غلط رح اعمل العقاب خمس اغلاط لا ست اغلاط لا لازم يكون عندي ست ثلاثة من متى قبل شوي قلتوا خمسه عن جد هذا ال 13 من عادي بنحط لنا اثنين مو مشكله يلا اوكي خمس سؤال اللي بعده مين ما بدي لك بتحسيها مين مشكلجيه اكثر مشكلجيه انا عندي احساس بس انا ما بعرف يعني بس انا احكي لك اياها بعد ما تجاوب مشكلجيه اشوف هم اثنين مشكلجيات صراحه بس اكثر ريان والله كنت حاسه لا الجواب روان لا ده مين مشكلجيه روان جواب اسفين ثاني غلط غلطين لا حبيبتي انا حاسه انت عم تغيري لحالك والله لا شوفي ما فينا نفرجيك الاجابه تعال شوفي وين مشكلجيه اكثر شوف السؤال اللي قبل ما قلت عليه روان مشكلجيه اكثر مو انا هيك كمان بحس لا انا مع رغد بس انا مع روان سوري انا مع رغد كله مع رغد اوكي هي صار عندك سؤالين غلط طيب اوكي اللي بعده مين بتحكي اكثر ريان طبعا بدون ما افكر حتى ريان يلا بتسرع راسي وبتحكي راديو رغد بتفضح اخواتها راديو رغد ما بتسكت اوكي صح لا صح اوكي مين مستفزه اكثر وجهه نظرك مو بس نظرك انت مستفزه اكثر والله الاثنين مستفزين اكثر من متخيلي بس ريان بتنرفز لوحدك ما بصير حرام لازم تخسري انت اوكي جبتي غلط لهلا اوكي في تطور يلا مين اللي كل مكان وباي زمان بتلاقيها عم تاكل كل مكان اي زمان عم تاكل ايوه روان نو ريان ضلت تنقرف من الاكل والله يا الله ما بحبها بديها ما بحبها هاي حلقه كلها رياكشن هاي حلقه كلها فضايح خذوا احلى فقره حد فضايح روان ريان كله هون يا جماعه المفروض هاي الحلقه تكون فضايح لرغد فضايح لروان ريان اوكي السؤال اللي بعده مين بتحب الستايل السبور اكثر ستايل السبور اكثر روان صح حتى نحن بنحس يعني بتحسي ريان فصطين اكثر بس طلع ريان فصطين اكثر ما بصير دامك كم عم تكبري ما بصير هلا صار ما بصير طول الوقت عم بطلع عليك لا في رازك مشان اذا كنت بتعرف قصه المي ما تنتبهي ايوه ما انا شايفه من برا عادي انتبهي وانتبهي
مو هلا، استنوا يا جماعه اوكي نزلوا بعد الحلقه. انتبهي وقعت ما هي المرايه شو اللي وقع الهواء. اسفين يا جماعه ما بنزبط معنا مقالب نحن. اوكي دورك دورك يا دورك. مين حساسه اكثر؟ حسيت جوابه غلط. ايه وانا حسيت جوابه غلط. حسيت مين حساسه اكثر؟ روان حساس اكثر. اوه لا اكيد الجواب روان وريان. روان وريان اخر مره نتواصل مع روان ان شاء الله. خلص المره الجايه نتواصل مع ريان. لا لا ليش ريان نتواصل مع رغد نفسها. فاتي الاجابه المساله اياهم نطلع الاسئله نجاوب. اوكي السؤال اللي بعده والاخير تقريبا. ايوه الاخير ممكن هيك يعني نطلع لك سؤال قوي ما تعرفي تجاوبي عليه يعني. مين بتصرف مصاري اكثر؟ الاثنين يعني بيصرفوا مصاري بس اكثر بيصرفوا مصاري. اثنين بيصرفوا مصاري صارفين لمصاري بس بحس ريان. غلط. معلومة اثنين بيصرفوا مصاري كثير. بحب اشكرك يا رغد انك انت عم تخسري. لا شكرا لروان هي اعطتنا الاجوبه غلط وهيك يعني فانه خلتها تجاوب غلط. اوكي عندك ثلاث اغلاط لسه سؤالين. اذا غلطتي بهالسؤالين خلص في عقاب. مع انه يعني انتم عم تحكوا لي غلط بس انا اجاباتي صحيحه بس انتم عم تمشوا على اجابات روان. ما هو هي القصه يعني رجعت خانه مع روان بالبيت مون. آه هو حسبها بعدين يعني. بعدين. اوكي انت بتحبي. انا ريان بحب المشاكل. يلا اوكي السؤال بعده. هذا من عندنا يعني مبادره من عندنا بس نحن رح نختار الجواب من عندنا بالضبط. اوكي انت سؤال انا سؤال. يلا اوكي السؤال اللي بعده. مين بتطلع مصاري اكثر من السوشيال ميديا؟ انه روان وريان. روان وريان اغلب شغلهم مع بعض صح. قناتهم مع بعض هيك. روان عند ريان يعني ادباب. اوكي صح السؤال بعده كنا نحاول نطلع فضايح نطلع اكثر بس. السؤال اللي بعده مين بتحب الميك اب اكثر؟ اثنيناتهم بيحبوا الميك اب بس مين اكثر؟ روان. ما شاء الله علينا. برافو عليك والله صراحه كفو علينا ما شاء الله عرفنا الجواب لحالنا عن جد. اوكي تحيه. فانه يا جماعه هيك بتكون خلصت الفقره. ما في عقاب. ما في عقاب ما في بس ما في. طب نعطيه عقاب. حكيت لكم حجاوب عقاب صغير ما بصير. غلطتي. غلط حبيبتي غلطتي. ما اتفقنا هيك. لا غلطت. هذا مش الاتفاق. غلطت. اسمع شوفي هيك رح تكوني مش عادله. هيحكوا عنكم مو عادلين. لا صح. لا 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 تحكوا عني الا حكي عني. فانه في رح نعمل مثل الفقره اللي قبل انه نسالك اذا استلمتي العقاب انت صرت مين كنت تحطي؟ صرت مين كنت احط؟ قلت لك حصور معكم اثنين وبحطهم. لا بدي هي من دونك صوره يعني انت ما تكون موجوده فيها ابدا. صوره يعني صوره على شخص. صوره بس انتوا الاثنين. الله يلا حطيها يلا. اوكي على الانستغرام. ما هو مش عقاب. طب عندي فكره بما انه جاوبت انه نص الاسئله غلط فانه بتحط صوره واحده منها. انا ما جاوبت نص الاسئله غلط. انا جاوبت ثلاث اسئله غلط. الفقره المحدده بالاغلاط خمس اسئله غلط المفروض جاوبتي اثنين ونص غلط. اثنين ونص صحيح. طيب تحطي صوتي ولا صوتي؟ ما هو انا فزت فمش على كيفكم احط صوتي. ما بيحب نستفز هالبنت ما عم نقدر. خلص خلص ننتقل للفقره اللي بعدها. ننتقل للفقره اللي بعدها. ننتقل للفقره اللي بعدها. ورجعنا لكم الفقره اللي بعدها واللي هي اسئله الضيف. أسئلة الضيف رح تكون إنه بما إنه نحن عم نسألها ونحرجها ونستفزها المشكلة هي استفزت والمشكلة مع إخواتها فإنه دورها هي تمشكلنا وتفضحنا وتستفزنا. بلشي دورك أنت اسألينا أسئلة يعني. هلا أسئلتكم هاي سألتوها بالنسبة لكم يعني هيك استفزيتوني؟ أنت استفزتيني صراحة أكثر يعني حرفيا يعني أم سوري. أنا هلا حسألكم وحنشوف مين الأقوى بالأسئلة. اوكي هلا رح اخذ حقي. من مين حتاخذ حقك؟ استني عم نمزح بس استني حبلش معكم بالخفيف. هذا السؤال اللي هو يلا بس خلص يعني يا جماعه نحن خلصنا اللي هو هيك يلا يلا آه يلا هيك يلا هيك شوف الهيك يلا. اوكي والله عن جد هو اي شيء هيك. يلا شعر مين اطول شعرك ولا شعره؟ هيك هذا شعر لان اطول. شعر لان اطول؟ طيب ماشي. هل بتغاري هلا؟ شو بسال هالسؤال هلا؟ يعني هو شعرش كان شعراتنا نفس الطول انا وياها بس قصيت شوي. شعر لانا اطول يعني هو كان نفس الطول اكيد؟ ايه ايه عم مش اكيد تلفي بس لانه في انا احكي القصه الحقيقيه انه في وحده قصت له شعرها بالمقاس وطلع المقاس مسمم فلين تسمم شعرها. جايز لا عم يطول اصلا كملي. لا شعرك حلو ما عليك احلى من شعرها حبيبه قلبي.
حبيبتي لانا. لانا ليش بتحبي كل الاتنشن عليكي وما بتعطي لي حقها؟ رغد اوكي الو لا حبيت لا اوكي اوكي مو ما بعمل هيك قصادا بس انه ما بعمل هيك قصادا بس انه يعني بس انه بالبعد وصلت بس انه لا جد ما بعمل هيك قصادا بس لانه يعني انه انا ما بعمل بس انه الناس هيك بتفكر فيها خليني ابرر انه كاني انا ما بعملها بس بعملها بس مو قصادا يعني بتعمليها ولا بتعمليها؟ انا عن نفسي لا بس لانه انا كثير حركيه انا لا والله ما بعمل انا كثير حركيه بضل انه بحكي كثير انه هذا ممكن انه اللي بيحكي اكثر الناس تطلع عليه يعني ليه ما بتحكي كثير؟ صوتي اعلى ممكن صوتي اعلى ليه ما بتحكي يعني ليه ما بتحكي كثير؟ خلصك انت ما بتحكي كثير يعني ليه ما عندها شخصيه؟ مو ما عنده شخصيه بس انه الحكي من امتى الحكي الكثير شخصيه صار الحكي الكثير مو شخصيه لا انتي يعني انتي يعني انتي عم تحاولي تفرضي شخصيتك عليها دقيقه هل قصدك انه بيعمل روان ريان تحكي اكثر هل قصدك انه ريان شو بقولوا تفرض شخصيتها على روان روان يعني روان انت لازم لا لا انا بتفكيري يعني انتي بتحكي ما بتعطي مجال اللي تحكي انا بحكي بس مو ما بعطي مجال بس لانه انا كثير بحكي فانه مالك لين بدك تحكي كمان وانت ما عم تحكي بتحكي بتقطشني مرات عادي انه اخر فتره يعني اسمحي لي تقطشي اكيد ما عاد خلص طيب ماشي في اسئله جماعه يعني في قصف متبادل جايك انا هون عم بتفرج يلا اوكي اذا كل حدا فيكم كان عنده قناه يوتيوب لحاله مين حجم مشتركين اكثر جاوب هي انا حكيت انا جاوب ما بعرف انت جاوبي انت شو الله انا بصراحه احكوا الصراحه يعني مين وليش بحس نفس الشيء يعني ممكن نحن الاثنين نجيب مشاهدات لانه اذا انا بلشت لحالي يعني بتجيب مشاهدات بس مو مثل نحن الاثنين اذا بالضبط مو اذا نجيب نحن الاثنين بنجيب بس مو بالقدر بس اذا هلا يعني قررتوا لين تفتح قناه لحال ولا لحال مين حيجيب اكثر حسب الافكار والتصوير كل شيء هلا انا عن نفسي نحكي يعني مين حيجيب تفاعل نحكي أكثر؟ نحكي بالضبط نحكي لا نحكي زبط هلا بحكم انه انا كثير بتفاعل ممكن بس لاني بتفاعل بجيب فيوز اكثر بس انه بجيب متابعين بس يمكن لين تنزل فيديو بالشهر وتجيب مشاهدات يعني ما بعرف يمكن بحس انه انا ممكن سؤالي واضح فبدي جواب واضح اذا أنا. بكره نزلت أنا. ستوري أنا. يا جماعه أنا قررت افتح قناه لحالي وانت انا قررت افتح قناه لحالي مين حيجي مشتركين اكثر ممكن انا لا بحس انا انه بيحكم انه انا عندي على انستغرام يعني اكثر وعلى التيك توك اكثر مستعين بصديق مصطفى مين حيجيب اكثر لا لا ما ما بصير لا انا بحس انا اكثر بحكم اني اكبر وانا عندي على تيك توك اكثر وعندي على تيك توك اكثر وعلى انستغرام اكثر عادي عادي نستعين بصديق عادي اوكي مصطفى اذا هي فتحت قناه لحالها وهي لحالها مين حيجيب اكثر مشتركين صراحه انا تو خلص شيء بس هو ما يعني غلطان لانه انا اكيد رح اجيب لا لا بدي خلص عن جد بدي اكبر كملي معلش شوي كملي ياه شفتي مش عم تكبري عليها طب ماشي لا عن جد شو يعني طيب يلا سؤالي بعد رح تبكي انت؟ لانا هاي رح تبكي اوكي لا خلاص ما تحبني مش لازم تبين انك شو الدلع كملي كملي بتحكي جد؟ كملي كملي اسحبي عليها اوف جبت رجلك يلا بس لانا بلشي لانا شو مالك؟ هاي حجيت ما عملتي انا طب اسمعي حبيبتي يلا صايرة عم تنزلي ستوريز اغاني حب وغرام مين الحظ السعيد؟ مين صاحب الحظ السعيد؟ قولي لنا ايوه مين؟ كاندي قطتك كاندي عم تغني غرام للبسه ما في لانه انا يعني هلا الاغاني اللي بتطلع ترندك هاي الفتره ترندك هاي الفتره اغاني حب فاكيد يعني انا بدي امشي مع الترند يعني مو قصده حدا لا طبعا ما في حدا ولا بعلاقه طيب ماشي لين صح كلامها الله اعلم الله اعلم شكل في حدا لا لا ما شو اللي الله اعلم هاي بيقولوا انه عن جد في حدا يمكن ليش لا شاطرة ايوه استفزيها زي ما استفزتك هذا ما راح ينحط على فكرة اوكي عم بحكي معك لا بنحط ليش ما ينحط لا معك شو عيط ما انت عيطتي شو حكيت انا ما حكيت شيء ليه شو بدي عم بمزح خلاص مش لازم تبين انك يعني خلاص لين بلا دلع روح مسكي مش هيك روحي بسرعة روحي روحي عم بتعيطي خلاص تحكي بارتي بارتي اي شيء بحكي بضحك عليه ويت انا اسئلتي عم تضايقكم؟ لا بس مش معروف ليش اوفر شو التكبر شو اي تكبر انت اللي انا حياتي شو برنامجنا احنا الاثنين مولف بس طب خلص مش لازم تفضحينا يعني كم واحد قاعد هون يتفرج علينا شوفي حالك اول لا يعني عن جد طلعتي متكبره عن جد طلعتي عم تحاولي تسكري عليها شو بتعطي اي شاطر طبعا شو ها
خش الله انا بتبكي بحس بدي اخلع بوكس يعني. يلا كمي كمي مسحي. مغرورة؟ استني مو مغرورة بس مغرورة؟ ما بتستفزني يعني شو ولا بدي اشوفك هلا انت تبكي مو هي. طب انا ما ببكي المشكلة يعني ليش ما بتبكي؟ لانه ما في شيء ببكي انه شو الدلع يعني اكيد اوفر خلصيني كل حلقة كمان نفس القصة كمي خلص بكفي صح؟ طب يلا بكفي لا كمان ما بكفي عاد بدي توقف اسئلة عجبت الشغل خلصنا فيش يلا يلا عن جد يلا حكي ايوه هبي لو انت شعرك تقولي خلاص يلا خلص سوري كمل طب اوكي لانا عم يقولوا في مشكلة بينك ما هو بدنا نستفزها هي كتير. مش استفزتك لا استفزها انا ما بتعرف تحكي انا عم بحاول اسمع عم بحاول لين لين عم بحاول انرفز لك اياها في عم نحاول ايوه هاي الناس يا اختي شايفة هنا واقفة معك طرفك لانا عم يقولوا في مشكلة بينك وبين يوتيوبر بنت شو المشكلة واحكي لنا مين هي يعني اذا بتقدري اوكي بحكي لك هلا بشكل عام انا ما عندي مشاكل مع حدا لا يوتيوبر لا يوتيوبر سبحان الله لا كل هذا اللي عم نشوفه شو لا ضجه ايوه ايوه اكيد أوكي. يعني هلا لا بصدق وصراحه يعني هلا انت لما تطلعي هلا انت ما عندك مشاكل مع اي حدا أوكي. ولا مره طلع عنك انه عندك مشاكل أوكي. شفتي انه يعني بتحسي انه يعني انه خلص انت هيك هادي انه ما يعني ما بتي ولا مره عملتي هيك بوم وصلت مشاهداتك مثلا 20 مليون او 50 مليون الشخص اي شخص بده يعمل ضجه بيروح بحط على كتف واحد ثاني انه انا معي مشكله مع هذا او مع هذا مشان يعمل ضجه بس انا شفتيني انا ولا مره طلعت لا حكيت عن مشكله مع حدا ولا انه انا اصلا بدي مشكله مع حدا يعني اذا حدا بده يعمل معي مشكله هو بيعمل من طرفه لانه بريئه هي بريئه كثير واضح لانه شو مالك عصبتي لانه شو هالحكي يعني شو بريئه يعني بتحكي هيك عن اختها طب بريئه ما قالت شيء غلط طب شو بريئه انت مو بريئه لا انا قلت لك انا بقلل بريئه ما حط ما بعرف ما حط اكثر ما حط يعني ترى انت كثير عم تزوديها ما غبيه وما شو كم لا كم لك ما شوفي اشياء بدك احكي عادي لا احكي لك مش لازم نحكي احكي شو عندك لا لا لك احكي يكفي فضايح وهيك يا جماعه خلص المقلب معرض يا جماعه حط كان مقلب وحبيت ابكي عشان هيك يعني يبين باني دمعتي سريعه والله ما في شيء لا بس مش طبيعي كيف وجهك قلب احمر اه يا جماعه انا بمثل يعني لازم اكون ممثل يا جماعه ما في شيء والله العظيم حكي عنا طبعا جايز من اول هالفقره كان كله تمثيل عشان ما تفكروا انه في شيء يعني كرهتني حسيت والله انه والله مو انا يا جماعه انا انت كل وقت بتدافعي عنا انا حسيت حالي حبيبي حبيبي دافع عني والله انا انسان لا لا جد حالي بقوت المكتب صرت ارجف شوي انه هيك انا والله ايدي برد وصرت ارجف انا ما اعرف يا ربي ما تكون كرهتني عن جد انا مو قصدي انا بقول شو مالها عليها شو والله كان حلو مقلب يا جماعه كثير استمتعت والله لاف يو يعني يعني طب اوكي انا ما فيني احكي شيء والله كرهتيني طب ويت عندي اسئله قويه اكملها انت خلص خلص يعني متقبله المقلب عادي متقبله انت المقلب عادي بس عندي اسئله قويه بس انت على فكره اسمعي حالك شو حكيتي لي لا انا بكفي غرور يا مغروره يا مغروره لانه اي غرور والله حكمل اسئلتي حكمل اسئلتي كمل يلا نخليها فقره عادي يلا عادي بلش مقلب بس حنكمل اسئله ماشي يلا متهرب اوكي الناس عم يقولوا انه انتم تغيرتوا بعد الشهره صح الكلام ما حدا بتغير ما في لا لا في كثير ناس تغير بعد الشهره بتغيروا بس مش كل اي حد تغير انه تكبر غرور او مثلا صرتوا تشوفوا حالكم في ناس بفكروا اذا انه مثلا مشهور مرة بطلتوا تردوا على الناس الواحد لما ينشهر كيف بده يقدر يرد على الكل هلا انت هل بتقدري مثلا تردي ما بتردي من مره من لا برد برد على قدر المستطاع انا بس في انه يعني صعب بس كمان بوينت انه ما فينا نحن نحدد هذا الحكي على حالنا يعني ما في حدا والله يجي يقول انا الناس بتحبني لانه عفوي انا الناس بتحبني لانه مثلا شعري طويل هلا انا بدي اعرف تفكير الناس لا طبعا اكيد في ناس شايفتني من نظره انه والله هي متكبره في ناس شايفتني والله عن جد هي كثير متواضعه ولطيفه ما فينا نحدد عن حالنا في تعليقات سلبيه في تعليقات ايجابيه يعني في تعليقات تقول هيك يعني طيب اوكي سؤال ثاني عم تطلعوا مع المشاهير لانه انتم عم تنبسطوا معاهم وعم تقضوا وقت حلو ولا مشان تجيبوا فولورز فيوز هلا هاي فيها وجهتين نظر انه مرات يعني هلا تزبط انه نطلع نتسلى وبشكل عام هذا اللي بيصير يعني انه نطلع نتسلى اكثر من انه نطلع نجيب فيوز ونهتم بهالموضوع لانه الحمد لله نحن اوريدي عندنا فيوز اوريدي هن اللي عم يطلبونا يصوروا معنا فانه ليش بدنا نحن نحاول نجيب فيوز يعني لما نطلع معهم اصلا هن عم يستفادوا كمان يعني شو الجواب عم تطلع معهم علشان تصوروا وتجيبوا فيوز ولا مشان ما بدي احدد لك ما بدي اقلل لك هيك لانه الناس رح تقول عنه انه ها شو عم يضحكوا علينا ما يعني ما في ما بيستوعب العقل انه بس نطلع تستاي لا ممكن بفيدنا 50 50 بالضبط 50 50 50 بس تحكي كلمه خلص خلص
جواب كامل. اوكي طيب مع اخر سؤال. المفروض يكون اول شيء يعني، لانه خلاص يعني هذا اول شيء. لا خليها اخر شيء. هذا اول شيء. يلا اوكي قولي. لانا. انا ما بطلت اكون لانا. يا عمري ليش لما تصوري مع لين بالتيك توك ما بتعملي لها منشن؟ بتخافي تصير اكثر منك وتسوقك بالفولورز؟ والله لازم بتضحك. اوكي لين خلص فيها مشفظه. ليه ما بتعملي لها منشن؟ صلي على النبي. هلا مو مقلب ها. يعني الواحد بيكون عم يحضر فيديوهاتكم انتوا الاثنين مع بعض هيك على التيك توك، بشوف يعني حساب لانا اوكي، طب حساب البنت الثانيه بيجي ما بيلاقي، ليه ما بتعملي لها منشن؟ ما انا صدقا انا تلقائيا يعني ما بكتب، بس الكابشن وبنزل حتى فيديوهات اللي ما بتعمل. بس لو صورتي مع مشهور بتعمله مثلا، بس اختك لا. لا انا لانه مره واحده انا مين معلين يعني في فيديوهات بعمل فيديوهات، لا انه ما اتذكر بعمل، حتى مرات اذا بنسى بعمل بالكومنت. حتى انا حسابي يعني ما في هي يعني وصل عندي فيديو 38 مليون. بس في كم فيديو ما كنت تعمل مشان حتى بالكومنت؟ كثير. لا كثير فيديوهات. طيب واللي عملت ما عملت لهم فيها اكثر من عملت لها. عشان هيك انت عندك اكثر منها بالتيك توك فولورز، انك ما بتعملي منشن. لا ما بدك اياها تصير اكثر منك. لا ممكن عشان بدي اياها اكثر مني، بس لا ممكن انا عندي هيك اكثر صح، وانا يمكن هذا غلط مني ما بفكر بالموضوع، بس انه قبل مالين تدخل على التيك توك انا اوريدي كنت مشهوره يعني وعندي متابعين. ف يعني دخلت بعدك؟ دخلت بعدي وساعدتني. يعني ما بدك تدعميها معك؟ بدعمها وهي طلعتني منيح يعني. نحن الناس لما تشوفني تلي وين لين، لما تشوفها وين لانا، خلص لانا ولين اسمها لين ولانا. لين ولانا حبايب. نفس الكونسيبت. لين ولانا. لين ولانا. اوكي خلص اسئلتك؟ خلص. فقرة حلوة يا جماعة. فقرة حلوة. أخذنا أسئلة ومقلبنا رغد وكيت. اوكي حلو أنا حبيتها لأنه بلشت تستفزنا، بس نحن هيك خربناها بالمقلب. هيك كانت هي ماشي بوم. بس أنا مو متنرفزة. لا بس. باردة. لا بس أعطينا جد أعطينا رأيك بالمقلب. شو أول شيء خطر على بالك؟ أنا صراحة صدقت لين يعني بكيتها، فكرتها قلت بكي. أنا صفان هيك مش عارفة أوقف ولا أكمل. لا بس بس اللي بارع يعني. إن شاء الله شو وجه قلب أحمر كله. بس أنا حبيت المقلب، بس أنا خفت عن جد إنه تفكري إنه عن جد أنا هيك. تقولي لي لا أنا حاش غرور. أنا هيك رغدها. هي مغرور. مغرور. نانا. لا بس والله كثير لطيفه والله ما في منك انت. اي والله. ولسه اخر فقره. اخر فقره خلاص هيك رح تكون استراحه، نريح راسنا من التفكير ونريح راسنا من الاستفزاز. هدوء ونريح راسنا من المقلب اللي اخذ الاكلات. يلا اخر فقره. يلا هلا نشرب شيء نبدا الفقره اللي بعدها. يلا الفقرة الأخيرة، والصراحة مو حابة يخلص البرنامج، بس الفقرة الأخيرة هي سؤال الجواب. بهاي الفقرة رح يصير في أشياء كتير أكشن وضحك أكثر من إنه نتنرفز ونفكر بالموضوع، فأنا لازم يكون بدون تفكير. لما قرأ إنه لما سمعت هيك لما قلنا لك السؤال الجواب، شو خطر على بالك؟ كيف الفقرة بتمشي؟ أنا صراحة ما كان خطر على بالك. صراحة أنا من اسم الفقرة بحس هتكون أسئلة تافهة. رح تكون اسئله زهقتوني صراحه. هلا بشكل عام. هلا ويت شوي يعني انتم جبتوني كل هالطريقه عشان تسالوني هيك اسئله؟ طبعا لازم يعني انه هلا لا نحن جبناك كل هالطريقه عشان انت تساليني هيك اسئله. يا جماعه اليوم حسيت حالي انا عم بسالكم اسئله قويه مو انتم اللي عم تسالوني. يا جماعه نحن نضيف اليوم مو هي. نحن حبينا نخفف عليك شوي لانه هيك لابسه بينك ومفرفشه. كيف هيك طلع كيوتي انه بينك ومدري شو. بس صراحه اسئلتكم اليوم يعني بالمره يعني مش هيك تطوروا شوي يعني سويتوا برنامج عشان تسالوني هالاسئله؟ لانه بنحبك يعني مو عشان شيء. خلص بتكوني دخلت عم نمزح معك كنا يعني انه هيك نحن حبينا نجيب لك شيء خفيف. انا على فكره قاعده ومستحمله، بس يعني لو بقيتي بقوم هلا. لا هلا انا بتطبي فينا مخلص. هلا هو مخلص زهقت. عم جد بتحكي زهقت يعني ما بعرف الاسئله مو هيك. ما بعرف اسئلتكم يعني كل شوي روان وريان. انت شهرتي من روان وريان يعني ما في شيء يعني. لا ممكن شيء، بس انا يعني مشان انه عادي لما جبنا مصطفى حكينا عنه انا وياه يعني. هلا يعني شو ضل يعني هلا اخر فقره يعني مفروض من الاول يكون في شيء حماس. طيب هاي الفقره كثير حلوه والله. هي حلوه ما يعني ما لها علاقه بلا روان ولا ريان. انت لا هلا رح نعمل ضحك وهيك تفكيرك يعني. وهيك يعني ما بعرف صراحه. انا ما بعرف. خلص جربي انت. ما بعرف يعني مدام جربي. مش عارفه يعني ساكته ومتحمله. نعمل تحدي الصور. لسه تمام. شو اجيت كل هذا عشان بالاخر اعيد ولا ما بعيد؟ لا شرف يعني توقعاتي كانت اعلى من هيك عشان البرنامج. نغيرها لهالفقره؟ لا خلص. في فقرة ثانية كانت بمقلب بدك اياها حلوين انه تعطي نصيحة لليوتيوبرز. نقول لك يوتيوبرز سوري يعني، بس شو نصيحة يوتيوبر يعني مو حلو. مو حلو.
نصيحه ليوتيوبر. طب في انه نحطك مثل قعده روان وريان، بس نحط لك وراكي صور يوتيوبرز، وانت لازم تحذري اني اسالك عنه سؤال، انه تسالينا عنه ونقول لك صح ايه او لا، ايه او لا. ما بعرف، بحس ملل. طب اذا عندك شيء فخر. طب هلا بس نكمل هالفقره معنا. هذا الشو تبعكم انتم اللي المفروض تسووا شيء حماس. والله احنا مسجلين، مو انا احكي لكم. يعني وهيك حلو كان. كيف ضحكنا يعني، بس انا حسيت انه انا اللي عم بعطيكم يعني اسئله وهيك حماس، بس اسئلتكم يعني كل شوي روان وريان، روان ولا ريان، انت انشهرتي من روان وريان. لا هي هو واحد سالك عنه على فكره. اوكي بس يعني اغلب الاسئله كانت عن اخواتي. طب ما في يعني شو، ما في شيء نسالك يعني. لا خلص هاي فقره، هاي فقره كثير حلوه ولا يعني ما في شيء عم انا فقره لطيفه هيك اشياء لطيفه يعني اشتغلت فيها. ما بعرف صراحه شكلي هذا حنزل عند الدرايفر. طب بس نخلص هالفقره هلا. فقره 10 دقائق ما راح تحمل فيها شيء يعني، بس نحن بنحكي لك على السريع وما راح تحسي فيها انت. ما بعرف. امل اصحي امل اخر فقره. ما بعرف يعني ما. طب شو اللي ما عجبك؟ يعني تخيلي مثلا هلا لو انت هلا قاعده طول الوقت عم اسالك مثلا اسئله عن دين. اوكي. طب انه اوكي يعني اوكي حلو بس انه تكون بارت، ما يكون طول البرنامج هيك. اغلب بس اوقات يعني ما راح اسالك يعني، انا كمان هيك يعني من الاسئله يعني هيك رح تحسي انه انت ليش جاي عشان تسالي عن اخواتك. لا سالت فقره انا سالت السؤال بس واحد عن روان وريان. اوكي بس في فقره كامله كانت اصلا عن اخواتي. طب ما قلتي لنا ما نبلش صورنا. طبعا لا ما فهمت انه صورناها ما فينا نعيدها يعني. انا قاعده انه عشانكم بس انه ما خلينا نقوم شوي ناخذ بريك يعني. ما بعرف ما توقعت هيك. شيل ما خلينا جد مش عارفه. استني خلص شيله. ما نغير يعني فقره تبعت روان وريان. نغير فقره روان وريان خلص. بس خلص اخر فقره وروحي. هيك عم تجهزوا 10 دقائق. خلص حتصل يعني. عادي. طب بس خلص خاتمه. بس طب حبيبتي استني شوي يعني. شو المسخره؟ ما استنيت شيء يعني. اخر فقره بس اختم الحلقه خلص ننهي الحلقه هون. حقك علي سوري. يا الله كل شوي روان وريان روان وريان روان وريان. طب اخواتك يعني شو عم نحسك؟ طب بعرف انه اخواتي عادي يعني، بس انه انا جاي كل هالطريق عشان بالاخر كل شوي تسالوني عن روان وريان. طب اخواتك يعني عادي يسالوني عني يعني عادي. اوكي بفتخر فيهم بس فقره كامله عنهم قلنا اوكي بعدين. اوكي بس خلص عنهم هاي الفقره كامله. اوكي اخر فقره احنا هلا. شو يعني شو عم تسالني؟ مقلب رغد يا رغد الفتية تغطي يا هي اخر فقره صدقتي؟ وصدقتيني يا رغد اقسم بالله صدقت. والله مقلب والله مقلب. بتعرفوا بيعرفوا؟ يا الله حسيت لانا شوي حتضربك. انا حابب تحديها. حسيت لانا شوي حتضربك. حسيت انا بهديها وخوفتيني. انا ما توقعيني. مو انت مو هي مو انت مو هي مو رغد. ما انا حسيت يعني رغد عطوك. انا اول برنامج انه هيك. والله عم بمزح يعني. انتم بتعرفوني انا مو هيك يعني. تخيل ازعل عشان مسألين عن اخواتي. لا بالعكس عادي. استغربت اقول هاي رغد انت بتعرف؟ دريت انه عم نسوي يعني برنامج. والله احلى. لا انتم مقررين. اول مره اشوف لانا بتبكي. ماي جاد رغد بكت. والله سوري. لانه والله يعني انه عم نتعب نحن مفكرين. اخر شيء تقولي لي هيك تضايقت. لا والله مقلب. لا بالعكس برنامج كثير كيوت. انبسطت معك وعم بضحك طول الوقت. عادي انبسطنا وكثير حلو. اسئلتكم حلوه. انا كنت شاكه انه ما قد بس انه طولتي وطلعتي اتصلتي وهيك. قلت انه ما اتصلتي؟ لا انا خلص يعني. شو هسه انت قلتي شو هسه خاف انه طب يعني سوينا برنامج نحن والله تعبنا. لا بالعكس والله برنامجكم بجنن واسئلتكم كثير حلوه. حتى فقرات حبيت. انا والله انا بتعرفي كنت رح اقول خلص انا ما عاد بدي اكمل الحلقات. والله قال لك بس اخر فقره بس نزل الحلقه وخلص. والله حاولت اني اخلي المقلب جدي طول الوقت ماسكه ضحكتي اصلا. لين عم تطلع علي؟ انا شوف ليش عم تضحكي؟ بدك تضحكي ولا لا؟ انا ماسكه. اسمع انت عم تضحكي لي انا بدي اضحك بس ماسكه حالي مشان ما اضحك. انا عم بضحك برغد. اشوف اذا ضحكت يعني مقلب. اذا ما بتضحك ما عم تضحك. كل ما عمل هيك انا بعمل هيك. انا اخاف. لا والله كل ما هي عم تطلع علي عم تضحك عم بلف وجهي مشان ما تشوف انه انا بدي اضحك يعني. يمكن عشانك انت صح؟ عم بعمل عشان هيك قمت لنا. راسي صار وجعني انه هر راسي. انا مشان هيك اصلا اول ما قمت ما بقى اذا انتبه علي مصطفى صرت اعمل له هيك انه والله انا ما قصدي شيء عم بعمل. انتبهت علي. انا طولتي خفت. اول شيء كنت قلتي يمكن عم
عم تمزح بس طولت تقولي يعني شو هالسخافه يعني او ممكن انه خلص الفقره بعدين خلص اوكي انه ما خلصتي وقفت خلص هو انا ليه مديتها عشان لين صارت تحكي لي مقلب مقلب فانه انا ما بدي اياها تشك انه مقلب وصرت اكمل يا جماعه يعني انا نسينا التصوير والله يا جماعه يعني اول مره بحياتي ببكي على التلفزيون اول حدا يبكي لنا نحن سوينا برنامج عشان نبكي الناس ونستفزهم وهيك اخر شيء هي بكتنا نحن بدنا نبكينا اليوم ايه لا عن جد بدنا نحكي نحن بس هي مقلبتني وانا انا بكيت ومقلبتك انت هي بكت جد انت بكيتي مقلب هي بكت جد انا لانه والله اطلع يعني انه يعني تخيل الواحد يتعب يا جماعه على برنامج ويجهز وانا والله من صار لنا اكثر من اسبوع انا وياها اي حرام والله كل يوم عم نتفق على يوم نجي نتصور انا والله براحتك يعني ما تتعبي حالك وانه شوي شو هالبرنامج انا طلعت انه لا بالعكس شو البرنامج حلو صدقت اعطيكي افكار انا انت لسه مصدقه لا بس لا ما بعرف عم بمزح والله عم بمزح بالعكس طب انا مش حلو قطعنا اخر فقره لا انه قلتي لي انه روان وريان انه انا قلت عن جد معقول حكي لك كثير عن روان بمزح قلت له والله افتخر باخواتنا اوكي شيل انا عصب اثنين لا بالعكس والله البرنامج كثير حلو حبيبي قلبي يا جماعه اكتبوا لنا تحت بالكومنتات شو رايكم بالبرنامج وش رايكم بالمقلب اللي عمل فينا يا الله اخر الزمن نتمقلب ببرنامجنا اصلا هذه نرجع للفقره اللي كنا عليها نرجع مسحي دموعنا اوكي يا جايز مثل ما شفتوا يعني نحن تمقلبنا انا خلاص بطلت اعرف احكي وراسي صار يوجعني ونسيت الفقره بدنا نسويها بس خلاص خلينا نرجع للفقره الاساسيه طب نحن قبل ما نبلش المقلب سالناها سؤال شو بتحسي حتكون الفقره من سؤال للجواب وهي بلشت المقلب ما جاوبتنا وانا بلشت شو حتكون الفقره حتكون يعني انا بلشت صرت احكي اسئله انا طلعت اسئله تفت وترت فانا هلا جد هاي رح تكون متعه كثير ورح ننسى كل البكي اللي بكينا ورح نرجع للضحك شكرا اسم الفقره سؤال للجواب اوكي ناكي انا ما ببكي بسرعه اوكي اسف اثنين بكيو بيوم واحد بكفي فانا رح نبلش اول شيء رح نعطيكي نحن جواب وانت بدك تعطينا سؤال على هذا الجواب يعني الجواب اللي حقلك اياه حيكون هذا انت جوابك انت يعني كانك رح تسالي حالك تمام يلا بلشي انت رح ابلش انا بشيء يعني هيك عادي خلص انا بطلت بدي احكي اشياء جد خلص انا اسفه اوكي يلا. الجواب هو ما كنت جيت لهون حتى انت عم تعيدي المقلب لا مش انت السؤال المناسب يعني شو هذا بيكون جوابك اه شو هتحسي السؤال اللي رح نسألك لحتى تجاوبي هالجواب السؤال هو لو كان في حدا مو طايقته ما كنت جيت لهون اوكي اسمعوا نرجع لاول فقره يعني في حدا انت مو طايقتي من اليوتيوبرز مو من اليوتيوبرز يعني بشكل عام عادي ممكن يكون صح. في حدا مو طايقته صح انت كثير هاديه انا بتنرفز كثير خلصت المقالب يا جماعه خلص كنت انا مستني تقول لا انا خلص اوكي ماشي لك يا يا مصلي يا دورك اعطيني الجواب ايه اللي اولى اللي انا بدك اياه اوكي بغار لما لمين لكم اثنين عادي فينا فيكم الجواب بغار بس يعني شو السؤال انت بتغاري يعني جواب هو بتغار اوكي انت يلا اوكي انا لقيت بعرف صح احكي انا احكي نعم هيك اذا لقيتي اذا كنتي انت ما عم تتفاعلي كثير ولقيتي اليوتيوبرز كلهم صاعدين وانت لساتك مكانك شو بتحسي شو هو عيدي اذا كنتي انت ما عم تسوي شيء على السوشيال ميديا وما عم تتفاعلي واليوتيوبرز كلهم عم يتفاعلوا وعم يطلعوا وانت لساتك مكانك شو بتحسي بغار انا بالنسبه لي ما بغار لانه عارفه حالي ما عم بتفاعل لا انا بغار فلما إيه؟ اتفاعل اوكي لا انا بغار فلما اغار انه خلص انه بدي انافس انا كثير بحب المنافسه يعني باي ذا واي انا كثير بحب انافس يا جماعه فانه شو حكيت انا قطشتك سوري لا ما حكيت شيء انا كثير بحب المنافسه فانه بغار اذا شفت حدا عم يطلع وانا ما عم بسوي شيء فلازم اسوي شيء فلازم انت كمان يعني تطلعي يعني اعطيك جوابي اللي انت المفروض تطلعي له سؤال يعني من الممكن يكون اسامه مروه هذا جوابك شو ممكن السؤال اللي الحين رح تنسأليه؟ ما فهمت انت ما حتجاوبي كمان؟ لا ايوه خلص هلا نعطوا للسؤال اللي بعده؟ اوكي شو سؤالك؟ من الممكن يكون اسامه مروه ويت هاد جواب وانا بدي اعطيكي سؤال؟ ايه من الممكن يكون اسامه مروه؟ مين ممكن تعملي له فولو بعد اسبوع؟ مين الشخص اللي مستحيل تعملي له فولو؟ انت عم تضيعيني على فكره ما في مشاكل لا خلص اي شيء شو اخترب من الممكن اسامه مروه شو سؤالك؟ هلا انت الجواب هو من الممكن اسامه مروه هذا جوابك انت شو السؤال اللي ممكن ينسالك اوكي انا عم بضيع
اوكي السؤال هو شخص حدا من المشاهير مو عامل لي فولو من الممكن اسامة مروه اوكي بس هذا بس هذا شيء اكيد يعني صاير. اكيد يعني هو اكيد هو صاير. هو الممكن يعني هو عن جد مع يعني كيف هذا بك في حاجه الموضوع كثير مضايق يا جماعه لا انا عادي عادي يعني انا الحد الشخصي بيعمل لي فولو بعمل له فولو باك عادي اوكي خلص يلا هيك دارك يلا دارك انت الجواب اللي بعده بالعاده بنقول السؤال اللي بعده بس هلا بنقول الجواب اللي بعده الجواب اللي بعده يلا اوكي شو بدي احكي يلا بكون سهل لا هات سهل الحمد لله والله اوكي يوتيوب يوتيوب لين الجواب يوتيوب اكثر شو اكثر برنامج تشتغلي عليه بتفرغي طاقتك فيه يعني يوتيوب يعني اكثر برنامج فرغي طاقتك فيه يوتيوب يعني بشتغل عليه تشتغلي عليه يعني نتابع فيديوهاتنا على اليوتيوب نحن فبقول أوكي. يوتيوب اوكي شو اوكي اذا بدك تعملي ضجه اذا بدك تعملي ضجه وين اكثر شيء بتنزلي لحتى ينشهر الموضوع يوتيوب انت هلا اعطيتيني السؤال الجواب سؤال الجواب مشارك انا جاوبت انا يعني انا بعطي اشياء بدها تفكير كثير بس ليه لطيفه بعطي اشياء انه يوتيوب بتفاعل كثير بس شو رايك بالفقره لا خلص الفقره عن جد هيك خلص ما في جواب بعد خلص خلصنا يعني بطلت اسئله متافه ما حكينا عن روان الرحيم ما في اصلا ما في اسئله تافهه مقلب لا لا مصدق انا بقول اسئلتكم حلوه لا يلا شاهد الحلقه الجايه رح تكون حلوه هاي الحلقه كثير حلوه طبعا كثير انبسطنا والله اهم شيء لكم ما زعلتوا من المقلب لا والله زعلنا بالعكس كثير انبسطنا هيك عن جد انت اخذ الجو علينا طلعتي عم تعملي فينا مقالب يعني والله عجبتها شوفي لا لا انا طول الوقت حسيتك قوي يعني انا صراحه ما توقعتك تبكي فلما بكيتي حسيت حالي عن جد اثرت عليك انا لانه ما حدا يحكي عن شيء انه انا تعبانه فيه لا يعني لا بالعكس عن جد البرنامج كثير بجنن يعني حبيبتي قلبي والله كثير انبسطنا فيك ويا ريت بنقدر نستضيفك مرتين وثلاثه واربعه وخمسه والله لانه عن جد يعني هيك شخصيتك كثير حلوه وكثير حلوه انبسطت معك حبيت شخصيتها الهادي شخصيتك هادي وحلو بس بنفس الوقت مستفزه لما تكون هادي كثير بارده وخلص هيك بنكون خلصنا البرنامج استنونا بحلقه جاي مع ضيف جديد واكتبوا لنا تحت بالكومنتات مين بتكون الضيف الجاي واعملوا لنا منشن لاكثر لقطه حبيتوها بالحلقه وبس باي